تالك بعد كده جيلبرتو. جيلبرتو يمكن كان محترف، ده مثال للمحترفين يعني، ان انت تكون محترف. يمكن جيلبرتو لعب مع النادي الاهلي 280 مباراه، اخذ 21 بطوله مع النادي الاهلي، 6 دوري، 3 دوري ابطال افريقيا، 4 سوبر افريقي، 5 سوبر مصري، 3 كاس مصري. يمكن جيلبرتو برضو ليه قصه ان هو في 2006 كان بيلعب مع منتخب بلاده واتصاب، جات له اصابه، فهو يعني رفض تحمل النادي الاهلي التكاليف العلاج ديت، وقرر ان هو قال ان الاتحاد الانجولي هو اللي يدفع، لان الاصابه كانت مع منتخب انجولا. فتخيل لما لعيب محترف بالعاليه دي، ساعتها النادي الاهلي قال له احنا هنتحمل تلك يعني العلاج، هو وافق، قال احنا هنتحمل بس بشرط ان هي تترد لكم من الاتحاد الانجولي. تخيل لما دي تبقى عاليه لاعب محترف. كذلك برضو في مشاهد كتير جدا لجيلبرتو، يعني مباراه الاتحاد الليبي لما كان بركات جاي بيلعب الضربه الركنيه وهو مش عايز يضيع الوقت، كان واقف بره بيسخن، فراح جايب حاطط الكوره في مباراه الاتحاد الليبي 2010 اللي هي اللي احنا كنا خسرين فيها 2-0 ورجعنا 3-0، كان بيجري ويجيب الكوره. كذلك برضو موقفه الثالث لما بكى عند الرحيل عام 2010، كان موقف قوي جدا. كذلك برضو لما شفناه في مباراه مازيمبي وبريميرو دو اغوستو من حوالي سنه لما كان مرتدي تيشيرت الاهلي دايما. جيلبرتو في يعني محترف، بس ايه، تحس ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي بصراحه. مظبوط. كذلك برضو لما طلع في احد البرامج في المصريه وطلب الجنسيه المصريه لان هو اتاثر جدا بالعيشه في مصر. فجيلبرتو بصراحه واحد من اللعيبه الافارقه اللي اتاثرت بجدا واللي علمت معانا بصراحه في تاريخ النادي الاهلي.